بسبب هذا الامر في قرار من اتحاد الكوره ان في 5 هيكونوا موجودين بنسبه كبيره في الموسم المقبل مع موضوع القائمه ال 30. طبعا الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي ونادي الزمالك وافقوا على لعب الماتشات اثناء الاولمبياد حتى بدون لعيب المنتخب الاولمبي، عشان بس نبقى واضحين. نادي الاهلي وافق على لعب ماتشاته المؤجلة أثناء الأولمبياد، فدي حاجة من الحاجات اللي حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال ممكن نعمل بعض التضحيات ده بسبب هذا الأمر، بسبب إن النادي كل الأندية وافقت على لعب الماتشات بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، وعلى قد ما هيقدر اتحاد الكورة هياخد الماتشات ذو الأولوية اللي مفهومش. يعني مثلا لو نادي زي النادي المصري عنده لعيبه من النادي في المنتخب الاولمبي كتير، هيحاول يستثنيه وياجل ماتشاته لقدام اللعيبه الانديه اللي ما فيهاش لعيبه في المنتخب الاولمبي تلعب في الاول، ده عشان يبقى الموضوع حاسم بالنسبه للقصه. الحاجه اللي بعد كده ان دوري السنه الجايه زي ما هو، مفيش حاجه اسمها دوري مجموعتين، مفيش حاجه اسمها دوري مجموعتين. دوري الموسم القادم هو مجموع من زي ما هو مجموعه، يعني 18 فرقه ذهاب واياب، ومفيش اي موضوع للمجموعتين، وكاس السوبر هيتلعب قبل بدايه الموسم الجديد. دي ابرز حاجات اللي القرارات اللي اتخذها اتحاد الكره في اجتماع الامس. طيب نروح سريعا لاخبارنا المهمه جدا. كنا انفردنا بموضوع كريم فؤاد وظهير امبي خلاص على ابواب النادي الاهلي. كان في مشكله ان يعني نادي النجوم والاستاذ محمد الطويله موضوع بند الاولويه لامبي في الشراء، ولكن تم حل هذا الامر تماما. وكريم من اللعيبه اللي النادي الاهلي محتاجها جدا، خاصه بعد اصابه محمد هاني، ومفيش حد دايما لما بيحصل مشكله لمحمد هاني مين هيلعب باك يمين، وكريم فؤاد ممكن يلعب باك يمين، ممكن يلعب باك شمال، ممكن يلعب جناح يمين جناح شمال، لان هو لعيب عنده امكانيات هجوميه كتير وعنده حلول وممكن يبقى اضافه للنادي الاهلي كبيره جدا. فكريم فؤاد نتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي في الموسم القادم، خلاص مشكلته اتحلت تماما في هذا الامر. بدائل بقى قفشه ومحمد هاني قدام الترجي، مين هيلعب مكان محمد مجدي قفشه ومين هيلعب مكان محمد هاني في ماتش الترجي؟ طبعا في البدايه ماتش الترجي خلاص تم تاجيله يوم، بدل 18 بقى يوم 19، وده من الحاجات اللي في ذهن موسيماني. موسيماني على فكره ابتدى طلب من المساعدين ان هم يجيبوا له بقى تسجيلات، اخر تسجيلات لفرقه الترجي التونسي عشان يدرسها ويبتدي يحدد خطته ويشرحها للعيبه، فكل هذا الامر موجود في ذهنه. ومين هيلعب بقى مكان محمد هاني؟ اكرم توفيق عنده اصابه بيحاول تجهيزه، في محمد رمضان بيكهام، وايضا حسين الشحات موجود في الصوره. بنسبة كبيرة جدا هيلعب 4-4-2، لأن ما قداموش حل بعد غياب قفشة إلا إن هو يدخل أجاييه جنب محمد شريف، وقفشة يلعب يكون طبعا ربنا يعني يشفيه ويعفيه بقى، اللي هيلحق ولا مش هيلحق، هو عنده جزء في أربطة الأنكل وممكن تاخد وقت قبل ماتش الترجي، حتى ممكن لو ينزل التمرين ما بقاش جاهز بنسبة 100%، فهو من دلوقتي لازم موسيماني أنا هلعب إزاي؟ مين بلان بي؟ بلان بي عندي في المكان ده عندي أجاييه وعندي وليد سليمان، محدش ينسى وليد سليمان خالص، وليد سليمان لعيب عنده القدرات، ولو موسيماني مش واخد باله احنا بنقول له خد بالك، وليد سليمان قادر على اللعب في هذا المركز وصناعة الفارق، وخاصة هو يعني ما شاء الله حظه كويس جدا قدام الترجي، لو تفتكروا الهدف الشهير اللي أحرزه في رادس في الفاينل اللي كان مع الكابتن حسام البدري، فدي أهم الأمور اللي في دماغ موسيماني بسبب موضوع ماتش الترجي. احنا هنطلع فاصل من أجل الأذان وعندي أخبار مهمة جدا.